بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. النهارده عندنا حلقه مكرونات، وطبعا انتوا عارفين انا ممكن اعيش على المكرونه، يعني فطار غدا عشاء كل يوم، بلحوم من غير لحوم، بخضار من غير صوص خالص، بزبده وملح وفلفل. وطبعا المكرونه من الحاجات اللي الكبار والصغيرين بيحبوها، والمكرونه من الحاجات اللي بتقبل اي حاجه، يعني تعملوها حلو بتطلع حلوه، تعملوها حادق بتطلع تحفه، تعملوها في الفرن، تعملوها على النار، تحطوا معاها فراخ، تحطوا معاها لحمة، تحطوا معاها بحريات، يعني ما بتقولش لأ. فالنهاردة هيبقى معانا مجموعة من الوصفات للمكرونة لطيفة جدا جدا. بس قبل ما نبدأ كالعادة أحب دايما نتكلم عن المكون اللي هنشتغل بيه ونعرف شوية معلومات أساسية. إحنا دايما بنقول إن سلق المكرونة يكون وقت تحضير الصوص، وده أفضل حاجة، لأن المكرونة بتكون فريش وميتها موجودة، نقدر نزود في الصوص ونستغل طعمها والنشا بتاعها جوه الصوص، وبيقابلوا بعض، فالموضوع كله ما بياخدش ربع ساعة تلت ساعة تكون الأكلة جاهزة. المية سلق المكرونة لازم تكون كتير عشان المكرونة ما تلزقش في بعض. مية سلق المكرونة لازم تكون مملحة جدا، لأنه المكرونة لو ما تملحتش في الوقت ده مهما اديتها صوص بعد كده ما بتبقاش هي نفسها منكهة أحسن حاجة. المكرونة لو جودتها كويسة ما تتشطفش. تاني، المكرونة لو جودتها كويسة والنشا اللي فيها مش زايد عن اللزوم ما بتتشطفش. المكرونة في كل حالاتها بتستوي 3 أرباع سوا، نص سوا لو لسه ليها تكملة سوا مع الصوص أو في الفرن أو ما إلى ذلك. طيب، ما بنحطش زيت في مية السلق، وما بنحطش زيت على المكرونة بعد السلق علشان نحافظ على الصوص يغلفها كويس ما يتزحلقش من عليها. طيب، أنا يا أميرة هعملها، بشتغل وقتي ضيق، معايا بيبي، ايا كان، وهعملها واشيلها في التلاجة وباخد منها وقت الغداء او باخد منها كل يوم. على فكرة المكرونة تقعد مسلوقة في التلاجة مدة 3 ايام ما تقولش لا، بس اهم حاجة تكون متغطية كويس جدا، وفي الحالة دي لازم تكون واخدة زيت. طيب، ينفع ما تاخدش زيت؟ ينفع ما تاخدش زيت. طب ساعتها هتمسك في بعضها، هنعمل ايه؟ انا اقول لك نعمل ايه. رقم واحد، ساعتها هنشطف المكرونة بمية ساقعة بعد السلق. رقم اتنين، قبل استخدامها هحطها في مية سخنة، انزلها واطلعها على طول، او احط المكرونة في مصفى وانزل عليها مية سخنة من الحنفية او من الكتل، اي حاجة. بكده هتطلع لكم المكرونة اكنها لسه حالا حالا مسلوقة. بأكد انه المكرونة لو نشاها كتير يبقى كده كده لازم تتشطف. بأكد ان المكرونة ما تتسلقش سلقة كاملة. اوكي كده؟ بكده هنقدر نحافظ على المكرونة في التلاجة 3 أيام. طيب، أنا دلوقتي هعمل كذا وصفة لصوصات المكرونة، فأنتي ممكن تعملي إيه؟ تحضيرات يوم السبت، تقومي سلقة المكرونة بالكمية اللي تكفيكي 3 أيام وتحطيها في التلاجة في علبة محكمة الغلق، وتقومي عاملة 3 علب للثلاث صوصات، وممكن 4 كمان، بانك اليوم اللي هتسلقي فيه المكرونه تعملي الصوص الرابع ويبقى الاكله بتاعه اول يوم، بعدين 3 صوصات وعلبه المكرونه. يوميا وقت الاكل هتقومي حاطه ده على ده، الموضوع خلص. طيب، هل الصوصات دي ينفع نشيلها في الفريزر؟ ينفع جدا. وبعدين اول ما نيجي نعملها هنقوم منزلين الصوص حاطينه في الميكروويف، فكينه، في الوقت ده هنكون بنسلق المكرونه، حطهم على بعض، الموضوع انتهى. فكرة لطيفة جدا جدا للناس اللي وقتها ضيق، الناس اللي بتشتغل، الناس اللي معاها بيبي، معاها حد كبير في السن بتراعيه، الناس اللي طالعة مصايف ومش عايزة تقف في المطبخ وقت طويل. نخش بقى في أول وصفة. أول وصفة هتكون مكرونة بالليمون والجمبري. أي حاجة بحرية ينفع نشيل الجمبري ونحطها، كمان الفراخ مع الوصفة دي بتبقى ممتازة. هل ينفع اعمل الصوص من غير لا جمبري ولا فراخ؟ ينفع جدا. مكرونه شرايط اي شكل انتوا عايزينه، اي ماركه انتوا عايزينها، واتسلقت بكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. جمبري، زبده، بصل مفروم، بصل ابيض مش احمر، مشروم فريش متقطع شرايح صغيره خالص، كريمه او لبن ودقيق، او مية السلق بتاعة المكرونة مع دقيق،
ما فيش مشكلة برضو. لبن نباتي وزبدة نباتي لو في مشاكل في الحساسية. بقدونس وعصير ليمون وشرايح من الليمون للتقديم. المكرونة ممكن تكون مكرونة جلوتين فري، واحنا عملناها مع بعض من الألف إلى الياء، هتلاقوها على اليوتيوب، وبدأت دلوقتي تبقى موجودة في السوق أرخص من الأول لأن مش كلها بقت مستوردة، بقى في ماركات مصرية هايلة للمكرونة الجلوتين فري للناس اللي عندها حساسية من الجلوتين. احنا سخنا الووك كويس قوي قوي، هحط معلقه زيت الاول عشان الزبده بتاعتي ما تتحرقش. بسم الله، اول حاجه معلقه من الزيت على ووك سخنه. بنزل اول حاجه بالجمبري، بسم الله. بديله ملح، بديله فلفل فقط لا غير. اول ما يلف على بعضه ويغير للون الاورنج او للون البرتقالي يبقى كده هو استوى. طبعا لسه انا بقول لكم، يعني انزل بالزبده في الوقت ده، انزل اول حاجه هتاخد معايا وقت هي البصل، ممكن توم ممكن توم، مفيش مشكله، ممكن توم وبصل، ممكن توم وبصل، يعني يا بصل بس يا توم بس يا توم وبصل، مفيش مشاكل. انا هنا مش عايزه البصل يتشوح او يتحمر او يغير لونه، عشان كده نزلته بعد الجمبري. المشروم بياخد وقت اقل فهنزله بعده. ما بحبش المشروم مش هحط مشروم، عادي مفيش اي مشكله. بتحبوا الطماطم المجففه تبقى حلوه قوي مع الوصفه دي، بتحبوا السبانخ تبقى حلوه جدا جدا مع الوصفه دي، بس لازم تكون فريش، ما ينفعش تكون مجمده في الوصفه دي بصراحه مش هتبقى حلوه. عصير الليمون، اللي بيحب الطعم يكون اقوى في الليمون يقدر يحط بشر ليمون كمان مع مع العصير، بيدي طبعا نكهه ليمون اقوى. شايفين ده اللي كنت بحكي لكم عليه اهو، الجمبري من اللون الرمادي للون البرتقاني لف على نفسه خالص، يبقى هو كده استوى. الجمبري لما بيستوي زياده عن اللزوم بيدي نتيجه عكسيه، بيبقى عامل زي الكاوتش، لا له طعم ولا ريحه وبيمضغ ومش حلو خالص، فما تطولوش عليه التسويه. في الاخر خالص بقدونس او كزبره او شبت، كريمه او كريمه كمان جوز الهند لو عندكم مشكله مع الالبان. اول ما انزل الكريمه وال الاعشاب او الخضره اللي انا استخدمتها، ممكن ريحان كمان، بنزل على طول المكرونه، برفع من النار وبقلب بعيد عن النار. طبعا في الوقت ده ممكن بعيد عن النار تقوموا حاطين معلقه من الساور كريم او الكريمه الحامضه، معلقه من اللبنه، معلقه من الجبنه الكريمي، تقدروا كمان تحطوا شوية جبنة مبشورة موتزاريلا أو بارميجان أو رومي وتقلبوها معاها. طيب أنا يعني أي حد طبعا متابع عارف إن أنا لازم 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 آخر حاجة في المكرونة أرش رشة فلفل أسود، ولازم أبقى شايفاه بوضوح في المكرونة، لكن طبعا دي أذواق شخصية، بس أنا يعني الحركة دي لازم 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 أعملها، معرفش أكل المكرونة غير والفلفل الأسود بان فيها كده. وبس ندوق بقى عشان نطمئن على ان الدنيا كلها ايه ماشيه مظبوط، ايه مش محتاجه ملح، مش محتاجه بتاع. طبعا دي فرصه انه نقول انه المكرونه بتتاكل بالشوكه والمعلقه، الاسباجيتي او الشرايط او الفيتوتشيني دول بيتاكلوا بكده اهم، شايفين ازاي؟ لا ما هم ما شافوش حاجه. يلا لحظة اهو،
باخد على قدي، مش باخد كتير، وبحط على المعلقة وبلف. دي الطريقة الصحيحة. ماشي ماشي، بسم الله. مش محتاجة أي حاجة، خطيرة، وطعم الليمون ظاهر قوي فيها. أنا شخصيا أحب طعم الليمون ظاهر يعني، بس يعني قلتلكوا إنه ممكن يبقى ظاهر أكتر كمان، نحط شوية بشر أو يبقى أقل طبعا في الكمية، بس هو يعني هو الصوص كده وحلو، لكن نقدر نعدل فيه. انا واحده مش عايزه ليمون خالص، هعمله بالزبده بس، مفيش مشكله. يلا بينا كده، احنا غرفنا المكرونه بتاعتنا، هنظبط طبقنا وهنحط شرايح الليمون، وهنحط طبعا برضو شويه من البقدونس او الكزبره او الشبت اللي احنا اصلا استخدمناهم جوه. هننظف طبقنا ونوديه عند التقديم. هتطلعوا فاصل وترجعوا لنا نكون جبنا وصفة المكرونة اللي بعدها. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب دلوقتي هنعمل، على فكرة المكرونة لذيذة جدا جدا، دقت منها في الفاصل، حلوة جدا جدا، هتعجبكم قوي ان شاء الله. دلوقتي هنعمل مكرونة بالفراخ وصوص الرانش. طبعا من الحاجات اللي طالعة موضة قوي الفترة الأخيرة صوص الرانش، بيتعمل مع المكرونه وبيتعمل مع البيتزا، وهو مش صوص جديد طبعا، هو من الصوصات القديمه الاساسيه، وهتلاقينا عاملينه اكتر من مره. ارجعوا لليوتيوب للوصفه لو عايزين، واللي مش عايز يتعب نفسه بيتباع في السوبر ماركت، وبرده بقى في دلوقتي ماركات منه مصريه كويسه جدا جدا، لان الاول كان بيبقى نادر وجوده وكان بيبقى غالي لانه مستورد. بيبقى لطيف قوي قوي مع الفراخ. اللي مش لاقيه، ما بيحبوش، مش متوفر عنده، مش عايز يعمله، ممكن يستبدل الرانش صوص بالباربيكيو، وكمان ممكن تحطه مع الرانش باربيكيو في نفس الوصفة. في نفس الوصفة. طب وصفة الفراخ دي ممكن نعملها لوحدها من غير مكرونة ونشيلها في الفريزر؟ ناكلها مع مكرونة، ناكلها مع رز، نعملها سندوتشات، مفيش مشكلة خالص. انا هعملها هنا من غير خضار، لكن انتوا ممكن تضيفوا لها بصل، تضيفوا لها زيتون، تضيفوا لها فلفل الوان، تضيفوا لها ذره، عادي جدا، وهتطلع حلوه قوي قوي قوي. هنستخدم مكرونه مسلوقه، اي احنا استخدمنا القلم او ما يطلق عليها المكرونه الفرن عندنا في مصر، انتوا تقدروا تستخدموا طبعا اي شكل. عندنا فراخ متقطعه زي الشاورما كده شرايح رفيعه، عندنا صوص رانش وكريمه، الكريمه ممكن تبقى لبن متدوب فيه شويه دقيق، عندنا جبنه تشادر، اللي عايز يشيل الجبنه يشيلها، اللي عايز يستبدلها بجبنه تانية مفيش مشكله خالص، عندنا فلفل حار ممكن يبقى فلفل رومي، وعندنا ساور كريم ممكن تبقى زبادي متصفي او لبنه المتوفر عندكم برضو. في ناس ما بتحبش الطعم الساوري ده او الطعم الحامض ده، فممكن طبعا تستغنوا عنها وتمشوا على بقيه المكونات فقط لا غير. اكيد معانا زيت ومعانا ملح وفلفل. سخنا الووك واحنا بنتكلم، هنحط معلقه الزيت. بسم الله. وبعدين بنزل الفراخ. بسم الله. بنزل الفلفل الحار، الملح، الفلفل الاسود، الفراخ لما تنزل زي ما انتم شايفين كده، ما استعجلش عليها اني احركها من مكانها، اول حاجه عشان ممكن تكون لازقه، تاني حاجه علشان ما تنزلش ميتها، ولما ابتدي بعد ما تاخد اول شق من تحت كده واتاكد ان هي اخدت حرارتها مظبوط، ببتدي ان انا اوزع الفراخ، ما تبقاش فوق بعض عشان تاخد الحراره مظبوط، وببتدي كمان ما اقلبش كتير، افردها واسيبها تاخد وقتها، وبعدين ابتدي اقلب تاني وهكذا، علشان ما تنزلش فجأة ميتها وتنشف، يعني نمشي كده بالراحة. وخلوا بالكم ان دي كمية قليلة، عشان كده انا نزلتها مرة واحدة، لو الكمية اكتر كنت هقسمها وانزلها على مراحل. شايفين ازاي؟
أما تقفل المسام كده وتاخد اللون، أولا ده أحلى طعم، أسرع تسوية ونتيجة، أحلى نتيجة في أن الفراخ تبقى مش ناشفة، محتفظة بالعصارة بتاعتها جواها، مش واخدة وقت في التسوية زيادة عن اللزوم ونشفت وقددت. مهمة قوي 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 الكلام ده، لأن في ناس كتير جدا بتحب الفراخ بس متعرفش تسويها مظبوط، بتنشف منها. معلش أنا ريحة الشطة طبعا انتوا عارفين، خش في زوري. أطفي بالكريمة، صوص الرانش، الساور كريم أو الكريمة الحامضة، أقلب. أنا هنا خلاص مش عايزة أي حاجة، يا دوبك غلوة واحدة بس، بحيث إني آخد كل اللي تحت ده عشان كل ده فيه طعم وفيه خلاصة الفراخ، ويا دوبك الفراخ تغلي غلوة واحدة مع الصوص، تاخد من طعمه وطراوته وتديله كمان من نكهتها فقط، لاني مسويه الفراخ مظبوط، فمش عايزه اجي على المرحله دي وافضل اغلي فيها لحد ما الاقيها ان هي نشفت، يبقى ما عملناش حاجه، يبقى كل التكنيك اللي عملناه من الاول ده ملوش لازمه. هنزل دلوقتي الجبنه، ارفع من على النار، خلاص انا مش محتاجه نار، والجبنه هتسيح على حراره الووك وعلى حراره الصوص والفراخ. بقلب هنا تاني برضو كده، وبره النار لان المكرونه سخنه ومسلوقة خلاص اوريدي، فباخدها بره النار، بدوب الجبنة وبنزل المكرونة. عندكوا بقى ريحان حطوا، عندكوا زعتر حطوا، عندكوا بقدونس حطوا، دي الحاجات اللي هتمشي مع الوصفة دي. بصوا الخيوط بتاعة الجبنة عشان ما زدناش الحرارة عليها فبدأت تسيح وتعمل الخيوط دي. الفلفل الاسود بالنسبة لي مظبوط قوي وواضح، فمش هزيد، ولكن هزيد شوية بقدونس برضو برا النار، هدوق اتأكد بس ان الملح بتاعي مظبوط وخلاص، واتأكد برضو من تسوية الفراخ. بسم الله. هايلة 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 هايلة، هتعجبكم جدا، هتعجبكم، لطيفة لطيفة لطيفة. الكريمة مع الرانش مع الساور كريم عاملين ميكس كده لطيف قوي. على فكرة ممكن كمان تضيفوا معلقة واحدة زي ما قلت لكم من الباربيكيو هنا، أو من الهوت صوص لو بتحبوا الحاجة تبقى حارة قوي، أو من الصلصة لو عايزين الصوص يطلع بينك ممكن، بس هي الصراحة يعني جربوها كده الأول لأنها فعلا حلوة. لذيذة قوي، لذيذة قوي والله، هتعجبكم جدا، ها هتعجبكم، انا بقول اهو، حبيت اوضح مش هقدر اوضح اكتر من كده، اكتر من كده مش هينفع. شوية اخضر تاني كده على الوش وخلاص، لذيذة قوي هتعجبكم. عملنا المكرونة بالجمبري مع صوص الزبدة والليمون، عملنا المكرونة مع الفراخ وصوص الرانش، يعني ان شاء الله ان شاء الله احب انكم تجربوهم وتقولوا لنا ايه الاخبار. خلوا بالكم ان المكرونة بتحط لها لحوم قليلة جدا، بترمي كمية كبيرة قوي، ف يعني من الوصفات الموفرة، يعني بتشبع وفي نفس الوقت كمان بترمي كمية كبيرة، وكمية اللحوم اللي جواها تتقطع صغيرة، فتاخد كمية قليلة لكن تتوزع على طبق المكرونة كله. دول الوصفات اللي عملناها للمكرونة لحد دلوقتي، وقتكوا ايه حلوين. بعد الفاصل ان شاء الله لسه معانا وصفتين للمكرونة،
لذيذ جدا جدا برضو. زي ما بقول لكم دايما المكرونه تقبل كل الدنيا، تعملوها مع خضار، تعملوها مع تونه، تعملوها مع بحريات، تعملوها مع فراخ، تعملوها مع لحمه، تعملوها طبعا لوحدها، تاكلوها دافيه، تاكلوها ساقعه كسلطه، تاكلوها سخنه، تاكلوها مخبوزه في الفرن، بتقبل حاجات كتير جدا جدا. وهي نفس عجينة المكرونة، بيطلع منها لسان العصفور، بيطلع منها الشعرية، بيطلع منها اللازانيا، وكل حاجة من دول بتدي نتيجة مختلفة وبتدي طعم ونكهة مختلفين حسب الوصفة وحسب كمان تقطيعة وحجم الحاجة اللي احنا بنستخدمها نفسها. حبايبي وقتنا ايه؟ فعندنا وصفتين لذاذ جدا جدا لسه جايين هنعملهم بإذن الله. عندنا مكرونة بالبيستو صوص، وانتوا عارفين عشقي للبيستو صوص البيتي. أنا قعدت سنين طويلة ما باكلوش خالص، ما بحبوش، لأنه كنت بجيبه معلب. لما عملته ودقته بقيت بحبه جدا، وما بقيتش بشتري الـ من السوق خالص خالص خالص. مكلف أو مكلف شوية، بس كمان مغذي جدا، وتعملوه طازة بطازة، ما تعملوهوش وتشيلوه. ميزته كمان انه بيتعمل منه كمية قليلة، لكن يرمي كمية كبيرة جدا في الطبق نفسه. هو مكلف، بس احنا مش بنعمل منه كميات كبيرة. هنعمل كمان مكرونة بالزيتون والطماطم، ودي من الوصفات اللطيفة جدا جدا، وبدون لحوم. تقدروا تدخلوا لهم هما الاثنين لحوم عادي خالص، سواء لحمة أو فراخ أو تونة أو بحريات، وتقدروا تحتفظوا بيهم زي ما هما، لأنه طبعا في ناس نباتية، في حبايبي بيكونوا صايمين، في ناس بتكون عندها أسباب مرضية وصحية ما تقدرش إنها تاكل لحوم، أو ما تقدرش تاكل لحوم كل يوم أيا كان السبب، فلازم يبقى فيه تنوع. الوصفتين اللي احنا عملناهم قبل كده تقدروا تعملوا الصوص زي ما هو بالظبط، بالاستغناء عن الجمبري والفراخ، وهتطلع المكرونه تحفه، مفيش اي مشكله خالص. هنطلع فاصل وهنرجع عشان نكمل بقيه وصفات المكرونه، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل مع بعض البيستو صوص، وتعالوا نركز مع بعض في شويه تفاصيل ونقول شوية معلومات مهمة جدا. طيب البيستو صوص الأصلي، الأصلي بيتعمل بملح وفلفل، ثوم، جبنة بارميجان، ريحان، زيت زيتون، وصنوبر. الصنوبر من الحاجات في مصر الغالية جدا 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 على مر العصور يعني. طبعا هو مش بيتزرع عندنا، وبيبقى غالي جدا جدا. والحقيقة والله انه طعم عين الجمل احلى كتير جوه البيستو صوص، طبعا بالنسبه لي انا شخصيا، لانه له طعم وقوام عن الصنوبر. الوصفه الاساسيه بالصنوبر انا بعملها بعين الجمل على طول، يعني ما بغيرش عين الجمل. عايزين تعملوها بالصنوبر اوكي، عايزين تعملوها بعين الجمل اوكي. الجبنه البارميجان ممكن نستبدلها بالجبنه الرومي. الزيت لازم يبقى زيت زيتون، والريحان والثوم. الثوم كميته زي ما انتم عايزين. زيت الزيتون في الوصفة الأساسية كتير قوي قوي قوي، أنا الحقيقة بحط قليل لأن أنا مش بحتفظ بيه، أنا بعمله وأستخدمه على طول في نفس الوصفة، وبعمل طازة بطازة. هيعجبكم جدا، بيستخدم في التتبيلات للشوي، بيستخدم في الدريسنج للسلطات، يستخدم في صوصات المكرونات، بيستخدم طبعا مع البيتزا أو مع المخبوزات أو مع الفوكاشيا. استخداماته كتير وطعمه حلو جدا ومغذي جدا جدا جدا. عشان الصوص يرمي كمية كبيرة ويغطي المكرونة معاكو، بنصحكو يا إما بتزودوه من مية سلق المكرونة وانتو بتغطوا بيه المكرونة، أو بكريمة. هتلاقوا ان الكميه الصغيره قوي 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 رمت معاكم وغطت المكرونه كلها. طبعا دايما الكريمه بنستبدلها يا جماعه بلبن كامل الدسم، كل كوباية عليها معلقة من الدقيق، معلقة من الزبدة. حطوهم في الخلاط، اضربوهم مع بعض، واستخدموها كبديل للكريمة في ساعتها، ما تعملوهاش وتحطوها في التلاجة، ما تعملوهاش وتعملوا منها ويبنج كريم أو كريمة مخفوقة أو كريم شانتي، مش هينفع. أوكي؟ يلا للمقادير. عندي مكرونة، أنا استخدمت المكرونة الفيونكة دي، أي برضو شكل أنتوا حابينه مفيش أي مشكلة خالص. مسلوقة طبعاً،
مشروم شرايح فريش، اوراق ريحان فريش، شويه جبنه موتزاريلا او جبنه بارميجان او جبنه رومي اللي موجود. بعد كده للصوص عندنا الريحان وزيت الزيتون والثوم والجبنه والعين الجمل والملح والفلفل، وده كله هيتعمل طازه على او جوه الكبه. هنبدا طبعا بالصوص الاول، ماشي ماشي ماشي. هاخد كل الحاجات مع بعضها، ادي الريحان، الثوم، كميات والنسب والحاجات دي حسب الذوق الشخصي، الفلفل الاسود، الملح، عين الجمل، الجبنة، بارميجان او رومي اللي متوفر عندكم. هضرب دول الاول مع بعض ضربه. لو الكبه اللي بتستخدموها فيها مكان تنزلوا فيه سرسوب الزيت وهي شغاله اوكي، لو لا مفيش مشكله بننزل شويه ونضرب وبعدين نشوف محتاجه تاني ولا لا. وهنا كميه الزيت اختياري، بس لو انتوا هتحطوه في برطمان اولا لازم تشيلوه في الثلاجه، البرطمان لازم يكون معقم، لازم يكون مليان للاخر، لازم الزيت هنا يكون كتير ومعلقه من الزيت فوق، لازم تضغطوا الهواء كويس جدا وانتوا بتقفلوا البرطمان، لازم يتحط في الثلاجه في كل الحالات، ولازم تاخدوه الصوص بمعلقه نظيفه مش مبلوله ومش مكانها اكل ولا مكانها بقكم لما تيجوا تاخدوه من البرطمان بعد كده. طبعا اللي مش عايز يستخدم زيت زيتون ممكن يستخدم زيت ذره، بس الحقيقه يعني انا لما عملتها بزيت الذره حسيت انها احلى كتير بزيت الزيتون. بس كده. لو طبعا حد عنده حساسيه من الجبن وعايز يشيلها خالص من الوصفه فما فيش مشكله يقدر يشيلها. التوم انا واحده بتتعب منه بحطه قليل قوي، يعني في الاول وفي الاخر هي اذواق. بعد كده هعمل ايه؟ هاجي على الووك اللي انا مسخناها، بسم الله، احط شويه ميه، لو عندي من ميه سلق المكرونه هحط من ميه سلق المكرونه وده طبعا الافضل. لا عادي مفيش حاجه، هي سخنت بس زياده عن اللزوم فانا هرفع دلوقتي لان انا مش عايزه احط زيت، عايزه احط ميه علشان ازود بيها الصوص، ولو حطيت زيت هتبقى زياده قوي لان انا حاطه زيت هنا، فانا محتاجه الميه دي عشان انشر بيها الصوص على المكرونه. تمام تمام. انا خدت سحبت السخونيه الاول بشويه ميه وبعد كده حطيت شويه الميه اللي انا محتاجاهم. المشروم هنا انا محتاجاه يبقى فريش خالص، لكن لو انتوا عايزين تاخدوه الاول مع معلقه زيت زيتون وفص ثوم وتقوموا مشوحينه الاول ممكن جدا، بس انا عايزاه الصوص يبقى فريش والمشروم يبقى فريش. تمام. حطيت شويه ميه اهي سخنه، باخد عادي ما يقلقكوش شويه البخار دول، بس المهم زي ما تعملوا زي ما انا عملت، تبعدوا ايديكوا ووشكوا، دي حاجات طبيعيه جدا في المطبخ، ولكن ايديكوا ووشكوا وامانكوا اهم 100 مره من اي حاجه تانية، فخليكوا كده ايه حذرين. شايفين الصوص بقى قد ايه وشايفين لونه فريش خطير، حلو جدا، رمى كميه فظيعه، ريحته هنا خرافيه. بس خلاص طبعا انا مش عايزه اسويه ولا حاجه، انا يا دوبك عايزاه يمتزج مع الميه عشان يديني كميه كبيره. ابتدي انزل المكرونه المسلوقه والسخنه هنا وهرفع من على النار، هرفع من على النار علشان انا مش عايزه الصوص يستوي والطعم الفريش بتاعه يكون راح. المكرونه يا اما هتبقى لسه طالعه من ميه السلق حالا، يا اما هتكون اتسلقت قبلها وعملنا فيها زي ما اتفقنا مع بعض ميه سخنه فكينا بيها المكرونه رجعناها فريش وسخناها، علشان انا مش هاخد وقت على النار فعشان ما تطلعش مني بعد كده المكرونه ساقعه.
عندي بواقي لحمه، جمبري، فراخ، قطعه واحده مش مكفيه حد، اعملها صغير 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 واحطها فوق المكرونه دي. طيب انا بالنسبه لي لذوقي الشخصي احب اني اضيف رشه الفلفل الاسود المعتاده، ممكن اسيبها زي ما هي كده او ممكن اسيبها زي ما هي كده، ممكن اضيف لها شويه المشروم الفريش او ممكن، يعني اختياري مش اجباري، بس المشروم بالذات للناس النباتيه من الحاجات المهمه جدا جدا. طبعا عين الجمل مفيد قوي قوي قوي، في ناس كتير مش بتاكله كده زي ما هو، لكن هتاكله في الصوص ده وهتستمتع بيه. الفقره الالذ بالنسبه لي وهي اني ادوق. بسم الله. خطيرة. بأكد عليكم لما تجربوا البيستو صوص بعين الجمل وتعملوه فريش في البيت هتغيروا وجهة نظركم عنه خالص. لذيذة جدا جدا. هننزلها هنا وبعدين هنسوي طبقنا كالمعتاد. هندي رشة بسيطة من الجبنة، هندي ورقتين من الريحان الفريش، بيسود لو المكرونة سخنة فيعني خلوه آخر حاجة، مش مهم مش هيسود مش هيجرى له حاجة بس عشان الشكل يعني وبس. لذيذة لذيذة لذيذة، تعجبكم قوي يا جماعة. لطيفة، الزيت فيها مظبوط لأننا ما حطيناش زيت في الأول، حطينا مية. الصوص كفانا عشان حطينا له شوية المية دول فنشرناه على بقية المكرونة. لذيذة يعني لما تجربوها مختلفة وهتعجبكم قوي قوي قوي. وهرجع أعيد تاني عشان عارفة إن أكيد في حد بيقول لنفسه دلوقتي إن الصوص مكلف قوي يا أميرة. عادي خالص يا جماعة، الزيت قللوه واستخدموا زيت ذرة، الريحان ما هواش غالي وممكن ان انتوا تزرعوه في البلكونة او في البيت عندكم. كمان ممكن انكم تقللوا خالص من كمية عين الجمل، البارميجان تبقى جبنة رومي والموضوع يتلم بتكلفة اقل كتير، بس النكهة هايلة هايلة هايلة، هيعجبكم جدا جدا جدا. دايما الريحان والروزماري والزعتر والنعناع خلوهم في بوتس صغيرة في البلكونة على الشباك، لطاف جدا جدا. الشتلات بتاعتهم موجودة في كل المشاتل، لو انتوا بتشتروا من السوبر ماركت تقدروا تعملوا منها شتلة في البيت، تقصوا بالمقص من فوق، بتفضل الزرعة سنين وسنين وموجودة على مدار السنة وبتوفر جامد جدا معاكو، وبتبقى لذيذة أو بتبقى فريش وجميلة أحلى من اللي هتجيبوها من برة بكتير. عملنا لحد دلوقتي مع بعض ثلاث أنواع من المكرونة، لطاف جدا جدا. عملنا مكرونة بالمشروم والبيستو صوص، عملنا البيستو صوص في البيت واتكلمنا عن كل تفاصيله، عملنا مكرونة بالصوص الزبدة والليمون مع الجمبري، لذيذة جدا جدا، تقدروا تستغنوا عن الجمبري في الوصفة بتاعتها. عملنا مكرونة بالفراخ وصوص الرانش، ودول يمشوا مع بعض كويس قوي، والجمبري بيمشي مع الرانش أو البحريات بصفة عامة مع الرانش كويس جدا جدا برضو. ميكس لطيف قوي قوي وبرضو هتعجبكم جدا لانها مميزة قوي قوي. لسه وصفتنا للمكرونة ما خلصتش، عندنا المكرونة بالطماطم التشاري والزيتون الاخضر في الفقرة الجاية، وتقدروا دي بقى تعملوها كسلطة على البارد، تقدروا تعملوها على النار، تقدروا تدوها صلصة، تقدروا تعملوها من غير صلصة، يعني برضو امكانياتها واسعة. وقتنا ايه يا حبايبي؟ عايزه بس انضف الزيت اللي هنا ده. شباب وقتنا ايه؟
هنا بقى بما اني همسح الزيت الكاتنج بوردز الخشب، خلوني ممسحهاش دلوقتي وخلونا نرجع بعد الفاصل اكلمكم عن الكاتنج بورد الخشب وعن الزيت. يلا فاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. الشباب كتر خيرهم مسحوا الزيت عشان طبعا بينظفوا الدنيا في الفاصل، ما يعرفوش ان انا سايباها عشان اشرح عليها حاجه، فانا هحط زيت. طيب بصوا، اول حاجه لازم تبقوا عارفينها وانتم بتستخدموا الكاتنج بورد او اللوح التقطيع، ان الخشب له مميزات وله عيوب. ميزته ان حاجه طبيعيه وعيبه ان حاجه طبيعيه. ليه؟ لانه بيعمل بيتفاعل وله مسامات، تمام. ف الكاتنج بورد الخشب، انا شخصيا في البيت عندي كاتنج بورد خشب على الترابيزه، كل يعني عندي كذا واحده على امتداد الترابيزه بتاعه المطبخ، ولكن جايبه لهم الكاتنج بوردز السيليكون بحطهم فوقيهم وبحافظ على الكاتنج بورد الخشب، مش بستخدمها مباشره. واحد. اتنين، لازم تتعقم، ميه سخنه مولعه مغليه، خل او ليمون. بعدين لازم مره في الاسبوع اخد خل وليمون وبيكنج صودا وملح عليها كلها، واحط عليها كلها واسيبها لمده نص ساعه. بعد كده بشطفها بميه مغليه. بعد كده بقفل المسام بالزيت. رميت المنديل اللي انا هشتغل بيه وانا بتكلم، معلش. باخد منديل مش قطنه، منديل، بعد ما اعمل العمله اللي احنا عملناها دي كلها، واخد نقطه زيت، اي زيت. هو لهم زيوت معينة بس احنا مش عايزين نعقد الموضوع، اي زيت موجود عندكم. وبنقفل المسام بتاعة الكاتنج بورد بعد تنظيفها وتعقيمها يوميا، وبعدين مرة في الاسبوع. برضو في ناس بتعملها مرة في الشهر، بس انا الصراحة بفضل انها تتعمل مرة في الاسبوع. وبعد ما بحط طبقة الزيت بسيبها لمدة 24 ساعة. ودايما في كل الخطوات اللي احنا عملناها في الخطوتين، خطوة بعد شطف الملح والبيكنج صودا والخل والليمون، بوقفها كده عشان اضمن ان كل السائل ينزل منها، وبعد خطوه الزيت برضو، تمام. بعد كده تبقى جاهزه عندنا. دايما استخدموا عليها كاتنج بورد، مش بفضل البلاستيك خالص، بفضل دايما السيليكون. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده كتير على الالوان بتاعتهم وعلى استخداماتهم، وان كل واحده ليها استخدام، وفي السوق بيبقوا مرسوم عليهم استخداماتهم للتسهيل يعني. وممكن مره ان شاء الله نبقى نجيبهم ونشرح عليهم تاني بالالوان. اوكي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل مكرونه لذيذه قوي ونباتي ولطيفه وتنفع بالليل لانها خفيفه. سباجيتي مسلوقه، وبعد كده عندنا طماطم تشاري متقطعه انصاص. انا دايما بحب استخدم التشاري علشان بتبقى مسكره، وانا مش بحب الحموضه العاليه بتاعه الطماطم، لكن في ناس بتحبها فتقدروا تستخدموا الطماطم العاديه. طيب انا بحب برضو زي كده يا اميره، بس مش عندي الطماطم التشاري، نقوا الطماطم الصغيره بتكون لسه مسكره، تمام. عندي زيتون اخضر، وعندي بقدونس، بقدونس كزبره، شبت، نعناع، ريحان اللي موجود. عندي كيبرز، الكيبرز ده اللي هي بتكون حبوب مخللة كده خضرة، لو مش موجودة تقدروا تحطوا بدلها خيار مخلل، بتبقى حلوة قوي بالخيار المخلل، او تستغنوا عنها خالص مفيش مشكلة. زيت زيتون وملح وفلفل. عايزين تحطوا كريمة حطوا، عايزين تحطوا صلصة حطوا، انا بفضل ان انا اخليها خفيفة كده. عايزين تحطوا فص ثوم مفروم، بتبقى حلوة قوي قوي بالثوم المفروم، بس انا مرضتش ان انا احط ثوم في كل الوصفات عشان في ناس كتير مش بتحبه او مش بتستحمله، تمام. هاخد بقى معلقة زيت زيتون، بسم الله، على ووك سخنة سريع سريع، لان ما عنديش اي حاجة بتستوي هنا، بس خلي بالنا لان الطماطم بيكون فيها مية. قلتلكم، انا قلت لكم مش هحط ملح كتير لاني هحط الزيتون كتير، هحط فلفل اسود كتير، هحط بقدونس او اي حاجه خضراء زي ما قلت لكم اللي موجود. هقلب تقليبه واحده، عايزه الحاجه هنا تاخد الطعم والنكهه مش تستوي.
الكيبرز او الخيار المخلل اللي موجود هيسد. برضو في ملح كتير فخلوا بالكم، عشان كده انا ما حطيتش ملح. سلقه المكرونه في ملح، وهنا في زيتون وكيبرز او خيار مخلل، فكفايه قوي. ابعد عن النار، مكرونتي سخنه مسلوقه ثلاث ارباع سلقه، انزل بيها هنا واقلبها. دي من الوصفات الرائعه بالنسبه لي، عشوه خفيفه وسريعه وسهله، وتتعمل في 10 دقائق لما تكونوا قاعدين كده بالليل ومش عارفين تاكلوا ايه وجعانين ومش عايزين تبعتوا تجيبوا حاجه من بره. لذيذه جدا جدا. عندك علبه تونه حطي، عندك ورك فرخه فصصيها وحطيها، اللي موجود. ما عندكيش خالص، هي كده الصراحه، ولا محتاجه اي حاجه، ولا محتاجه اي حاجه. ممكن بقى نراجع بالمقادير يا حبايبي لو عندنا وقت، ولا ايه رايكم؟ صح، يلا بينا. قولوا لي يلا الترتيب اللي عايزين تمشوا بيه وانا معاكم. يلا بينا، مكرونه بالفراخ والرانش صوص. كانت حلوه صح يا ولاد؟ كانت حلوه، الف هنا. عملنا المكرونه بالفراخ والرانش صوص، كانت لطيفه جدا جدا. استخدمنا فيها فراخ مخليه مع الزيت والملح والفلفل، نزلنا عليها بعد كده الرانش صوص والكريمه مع الفلفل الحار والساور كريم، بعد كده نزلنا عليها التشيدر المبشوره، والمكرونه دايما بره النار علشان ما تستويش زياده عن اللزوم. كانت لذيذة جدا جدا، ولو جربتوها حقيقي يعني هتعتمدوا الوصفات بتاعت النهاردة كلها لو جربتوها. دي كانت أول وصفة عملناها مع بعض. بعد كده عملنا المكرونة بالجمبري الزبدة والليمون، وبرضو كانت لذيذة جدا جدا وطعمها حلو قوي يا جماعة. أخدنا الجمبري مع الزيت والزبدة على النار، شوحناهم مع الملح والفلفل، نزلنا عليهم البصل المفروم، بعد كده حطينا المشروم، حطينا كمان الكريمة، البقدونس، عصير الليمون، وقلبناهم كويس جدا. بعد كده نزلنا طبعا المكرونة، خدت تقليبة بره النار، وبعد كده حطينا شرايح من الليمون والبقدونس على وش المكرونة، رائعة. طبعا كل المكرونات تقدروا ان انتوا تضيفوا لها الجبنة. بعد كده عملنا ايه؟ عملنا المكرونة بالبيستو، وعملنا كمان البيستو صوص نفسه. والبيستو عملناه في الكبة، وعملنا استخدمنا الريحان، استخدمنا البارميجان، استخدمنا زيت الزيتون، استخدمنا الملح والفلفل، الثوم المفروم، استبدلنا الصنوبر بعين الجمل، الكميات قليلة، استخدمنا مية سلق المكرونة عشان نزود الصوص، وبعد كده حطينا المشروم فريش زي ما هو، تقدروا تستغنوا عنه لو حابين، وزيناها بالجبنة البارميجان مع شوية الريحان الفريش. أربع وصفات للمكرونة. الرابعة كانت الطماطم بالطماطم التشيري، المكرونة بالطماطم التشيري والزيتون الأخضر، ودي من الوصفات اللذيذة جدا والخفيفة والسريعة كمان قوي قوي. تقدروا تستغنوا عن الكيبرز، وتقدروا تستبدلوا الطماطم بالطماطم المجففة أو الطماطم العادية، بس نقوها صغير عشان تكون مسكرة. دي كانت الوصفات بتاعت النهاردة، بتمنى أنكم تجربوها وتبعتولنا، وأكيد بتمنى متابعتكم يوميا على سفرة.